فترة الليل كمان بيكون في نشاط نسبي للرياح، هو مش نشاط قوي للرياح، كمان بيقلل احساس بوجود نسب رطوبه في الجو. ففتره الليل بحس بانخفاض درجات الحراره، خاصه كمان ان درجات الحراره الصغرى فتره الليل طولت فبدات تنخفض، بدانا طيب نسجل الرياح دي درجات مثيرة حراره. للرمال والأتربة؟ لا الرياح ما فيهاش اي اتربه والرمال مثاره، دي هي رياح نسبيه مش هحس بيها كمان، هي بس بتقلل احساسي بوجود نسب رطوبه في الجو. فترة الليل أجواءها لطيفة تماما في معظم محافظات الجمهورية، لكن الظاهرة الجوية المؤثرة معانا بشكل كبير هي الشبورة المائية. الشبورة المائية بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهي شبورة مائية كثيفة، يعني بتؤدي لانخفاض واضح أو انخفاض كبير في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق. فترة تكون الشبورة المائية بيكون ساعات الليل المتأخر حتى فترات الصباح الباكر، يعني تقريبا الساعة 3 4 الفجر بتستمر معانا حتى استطلاع أشعة الشمس، يعني حتى الساعة 7 8 صباحا أول ما أشعة الشمس تبدأ تطلع بتبدأ الشبورة المائية بتصير تلاشي، الرؤية الأفقية تدريجيا بتتحسن على أغلب الطرق. يمكن الحمد لله الأحوال الجوية في الأيام دي مستقرة تماما، يعني مفيش أي حاجة ممكن تأثر على أعمال الأنشطة اليومية، لكن إحنا هنبدأ نحس إن الشبورة المائية كل يوم كثافتها موجوده وكل يوم في انخفاض للرؤيه الافقيه على اغلب الطرق، خاصه لما يبقى عندنا شبوره مائيه. ده طبيعه فصل الخريف لان بيحصل انخفاض في درجات الحراره فترات الليل المتاخر او الصباح الباكر، فعشان كده احنا هننصح كل قائد المركبات والمسافرين على الطرق فتره الصباح الباكر مهم جدا ان احنا نتابع كافه تعليمات المرور، الحذر الشديد والقياده بهدوء تام اثناء تكون الشبوره المائيه. فترات الظهيرة احنا بقدر الامكان نتجنب اشعة الشمس المباشرة عشان ما تزودش احساسنا بارتفاع درجات الحرارة، واحنا مستمرين في الارتفاع في درجات الحرارة والاجواء دي لحد نهاية هذا الاسبوع باذن الله.